تغرب شمس الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لكن تأثيرها يمتد حتى بعد الموت. رحيل الملكة أشعل مواقع حجوزات الطيران، محركات البحث لم تهدأ، الناس يبحثون عن رحلات لبريطانيا. الكثيرون يرغبون بالمشاركة في الوداع الأخير للملكة. شركة هوبر للسياحة والسفر أعلنت أن البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن زاد بنسبة 40%. ومن جهة أخرى، الشركة الرائدة في عالم السياحة أكدت أن الأرقام كانت قد وصلت لدرجة جنونية بعد وفاة الملكة بساعات. إلا أن البعض ربط الأمر أيضا بتراجع الجنيه الاسترليني، حيث تقول الأرقام أن أكثر من 49% في الولايات المتحدة بحثوا عن رحلات لبريطانيا. بريطانيا تبدو وجهة سياحية جذابة بقصد العزاء أو غير ذلك. المزيد مع أحمد العناني من لندن. حتى مع وفاة الملكة إليزابيث، ما زالت قدرتها على صناعة الحياة البريطانية وتشكيل المفاهيم قائمة ومستمرة. فموت الملكة إليزابيث خلق مفهوماً جديداً غريباً، ألا وهو سياحة الجنازة الملكية. في عام 2021 حصلت جريدة بوليتيكو على تسريب لمذكرة بريطانية رسمية تحذر من أن لندن ستمتلئ لآخرها بالبشر بعد وفاة الملكة. فبالإضافة إلى قادة العالم وزعمائه الذين سيسافرون لحضور مراسم دفن الملكة الرسمية، يتوقع أن يسافر مئات الآلاف بل والملايين من خارج بريطانيا إلى لندن للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. وهو ما أكدته مؤشرات نسب البحث على محرك جوجل في الساعات الأولى لإعلان وفاة الملكة، حيث ارتفعت نسبة البحث عن رحلات طيران من حول العالم إلى لندن بنسبة 40% مقارنة باليوم السابق لوفاة الملكة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، زادت نسب البحث عن رحلات طيران إلى لندن ب 49% في أول 12 ساعة من إعلان الوفاة. أما حجوزات الفنادق المؤكدة في لندن وصلت إلى ارتفاع 32% من داخل أمريكا الشمالية فقط. مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث بلا جدال ستكون حدثاً تاريخياً فريداً، ليس فقط لأنها أطول من جلس على عرش بريطانيا، بل أيضاً لأن جنازتها ستكون خارقة للتقاليد والأعراف الملكية. فلأول مرة منذ القرن 18 سيتم تشييع جنازة ملك أو ملكة من كنيسة ويستمنستر أبي، وذلك بحسب رغبة الملكة نفسها. فتذكروا ذلك اليوم جيداً، 19 من سبتمبر لعام 2022 هو يوم فارق في التاريخ، وسيكون العلامة الأبرز فيما يمكن أن نسميه فيما بعد سياحة الجنائز الملكية. لصباح العربية، أحمد العناني. بعد أيام من رحيل الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة حكم لدول الكومنولث والتاج البريطاني، يعود تساؤل مهم حول مصير الحلف القديم. بربادوس كانت آخر دول الكومنولث التي استقلت عن التاج البريطاني، وهناك دول أخرى تسعى لذلك منها جامايكا وبليز. أما أنتيغوا فستكون أول بلدان تجري رسمياً استفتاء للتحول إلى الجمهورية والاستقلال عن التاج البريطاني. في أستراليا التي طالما أكد رئيس وزرائها أنها لن تتحرك لأجل الاستقلال عن التاج البريطاني، تتجدد الدعوات من الجمهوريين للاستقلال، آخرهم السياسي آدم باندنت الذي نادى مع موت الملكة بأن تصبح بلاده جمهورية. وحتى داخل بريطانيا نفسها لا أحد ينسى الاستفتاء الاسكتلندي للاستقلال عن التاج البريطاني في سبتمبر عام 2014، حينها كانت نتيجة التصويت للبقاء ضمن بريطانيا، لكنه ترك أثراً لا يمحى. ومع كل هذه التغيرات تبدو ملامح هذا الحلف القديم أكثر ضبابية، فالضرب على الصخرة الملكية والتاج قد يوصل إلى كسرها في نهاية الأمر. Three cheers!
for His Majesty the King. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! لمحة عن الكومنولث يا نادين. بعد وفاة الملك البريطاني جورج السادس اعترف بوريثته على العرش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة على جميع دول الكومنولث. الكومنولث يا نادين تفضلي شو هو؟ إذا بدنا نشرح للمشاهدين هو اتحاد سياسي يضم 56 دولة كانت جميعها تقريبا أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية. نال الكثير منها الاستقلال عن التاج لتبقى فقط تحت قبة الكومنولث 15 دولة تحت التاج البريطاني، مع توقعات بزيادة عدد الدول الخارجة منه بحكم النزعة للاستقلال والجمهورية من دون التاج. أستراليا، كندا، نيوزيلندا، جزر البهاما، جامايكا، بابوا غينيا الجديدة وحتى جزر سلينغ. يعود تاريخ الكومنولث إلى النصف الأول من القرن العشرين عند انتهاء استعمار الإمبراطورية البريطانية. لا تملك هذه الدول أي التزامات قانونية تجاه بعضها البعض، لكنها مرتبطة خلال استخدامها للغة الإنجليزية وروابط التاريخية. على كل من لندن ينضم إلينا أحمد العناني مراسل صباح العربية، ومن سيدني أستراليا تنضم إلينا الإعلامية لارا طوق. أهلا بكما، أهلا بك أحمد مرة جديدة، وأهلا بك يا لارا، نورتنا في صباح العربية، شكرا على تواجدك معنا. نبدأ معك أولا يا أحمد، ملايين يستعدون للسفر إلى بريطانيا فيما يسمى بسياحة العزاء، كيف هي الاستعدادات وكيف هو الإقبال؟ نعم، صباح الخير نادين وسهام. بالفعل في الأيام القليلة الماضية لندن بدأت تشهد حركة غير طبيعية وازدياد في نسبة الوافدين والمسافرين إلى بريطانيا لحضور العزاء. السلطات المحلية البريطانية وإدارة الأحياء في لندن بدأت تتخذ إجراءاتها اللوجستية لاستقبال هذا الكم الهائل من المعزين. يعتقد أنه لأول مرة في التاريخ سيكون هناك رقم غير سابق ورقم قياسي فيما يخص أعداد المتواجدين في الشوارع يوم الاثنين 19 من سبتمبر. بشكل عام منطقة ويست مينستر وهي المنطقة التي أقف فيها الآن سيتم إغلاقها تماما أمام السيارات ابتداء من اليوم، وستكون مفتوحة فقط للمشاة ولي الحركات السياحية أو السياحيين السائحين الذين يأتون إلى لندن. طبعا لو كنا نتذكر في على مدار الأسابيع القليلة الماضية كان هناك حركة سياحية نشطة جدا في بريطانيا، خصوصا بعد رفع جميع ضوابط السفر المتعلقة بوباء كورونا. مطارات بريطانيا وخصوصا مطار هيثرو كان يعاني من اضطراب في حركة الطائرات وضغط شديد وضغط كبير جدا على هذه المطارات. نتوقع أيضا أنه في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اضطرابات في حركات المطارات داخل بريطانيا. أحمد، وفاة الملكة إليزابيث الثانية فتح المجال والحديث عن المستقبل فيما يتعلق بدول كومنولث. على كل حال أنتقل إلى لارا في أستراليا. لارا، رئيس وزراء أستراليا تحدث أكثر من مرة عن إمكانية جعل أستراليا جمهورية وقال يحق لأي شخص بأن يصبح رئيس الدولة. برأيك هل وفاة كوين إليزابيث الثانية سيسرع مسألة الاستفتاء على الوجود والذهاب إلى الجمهورية أم لا؟ نعم، على الصعيد الرسمي لا تزال أستراليا في الجزء الأول من التعبير الشهير The Queen is dead, long live the King. فنحن لازلنا في حداد بعد تنكيس العلم الأسترالي فوق مبنى البرلمان وتعليق جلسته كعلامة حداد، وبعد إنارة سيدني أوبرا هاوس بصورة تذكارية للملكة، أعلن رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيزي يوم 22 من سبتمبر كيوم حداد وتسكير رسمي تزامنا مع المراسم التذكارية التي تقيمها أستراليا لملكتها الراحلة فور عودة رئيس الوزراء والحاكم العام من مراسم التأبين في لندن. طيب. أما من الناحية الأخرى، من ناحية إعلان كينغ تشارلز الثالث ملكاً جديداً للكومنولث، هناك علامات استفهام حول 15 مملكة تحت قانون الكومنولث وبما فيهم أستراليا. هلأ بالنسبة لقضية الكومنولث، إنها قضية متشابكة مع الموروثات التاريخية والمعاصرة للاستعمار من جهة كمبدأ، وإلى جانب التناقض الشخصي الذي قد يشعر به البعض
تجاه الملك تشارلز، ويحكى أن قد تؤدي خلافته إلى إشعال النقاشات الجمهورية من جديد. بالنسبة لشخصه، يتمتع تشارلز الثالث بعلاقة طويلة مع أستراليا، حيث زار البلاد 16 مرة، قضى فترتين دراسيتين من مراهقته في جيلونغ غرامر سكول في فيكتوريا، وفي وقت لاحق في إحدى زياراته الأشهر عام 1983 انضمت إليه الأميرة ديانا وزوجته آنذاك في أشهر زيارة له، اجتذبت حشودا ضخمة. إذن لشخصه هناك بعض علامات الاستفهام حول دوره المحوري في النقاش حول مستقبل النظام الملكي وجدلية استبداله بنظام جمهوري، حيث وجد استطلاع أجرى في مايو أن 53% من الأستراليين لا يوافقون أن يصبح ملكا على البلاد. يمكن إذن القول أن أستراليا لها عاطفة خاصة لتشارلز، ولكنه يفتقد بالترحيب الشعبي من قبل مواطن الكومنولث بالمقارنة مع أسلافه. أما بالنسبة للتصاريح الرسمية فبدأت تظهر، يعني إذا كنت بتحب تطلع على التصاريح يمكن أن يعني نستعرضها الآن. طيب لارا، قلت أنه الناس يرفضون الملك، طيب هل بإمكان أستراليا أن تمضي بطريقها بلا عرش؟ شوف، بعد بكير كتير التحديد، لأنه لازلنا الآن في تصاريح جلية وتصاريح مبطنة. مثلا على سبيل المثل، زعيم حزب الخضر آدم باندت بعد ساعات قليلة من إعلان وفاة الملكة صرح، قال يجب أن نمضي قدما نحو الجمهورية، بينما رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لم يدلي بأي تصاريح رسمية، ولكننا التمسنا تمهيدات مبطنة في تركيزه على تعابير معينة في خطابه السياسي. مثلا في حين كان يشيد بالملكة وبين كل مزاياها، قال أنها تحظى بالاحترام في أستراليا لثباتها، ولكن أكثر لأنها أوضحت أن أستراليا مسؤولة عن مصيرها في الاستفتاء الشعبي الذي تم عام 1999، حيث اعتكفت عن التصويت وأعطت حرية الاختيار للشعب الأسترالي. وأيضا قال ألبانيزي بطريقة مبطنة أن حكم تشارلز سيكون ولادة لحقبة جديدة، وأن تشارلز سيحتاج أن يشق طريقه بنفسه في أستراليا. هلأ من الناحية الأقصى، ربما رئيس الوزراء السابق مالكم تيرنبول عبر بوضوح عن موقفه، قال يجب أن نحظى بالاحترام والحب الكافيين لأستراليا وشعبها لنقول أن رئيس دولتنا يجب أن يكون واحدا منا. ويعني من المهم الذكر أن تيرنبول كان رئيس الحركة الجمهورية الأسترالية عام 1990 وقاد المهمة في حث البلاد على قطع العلاقات مع الملكة وأجراء الاستفتاء. طيب شكرا لك لارا طوق من أستراليا، ونعود إلى أحمد العناني سريعا، إذا ما كان هناك استعدادات حكومية لاستيعاب كل هذا الكم الهائل للناس المتوقع تواجدهم في جنازة كوين إليزابيث، هل هناك أي تعطل ظاهر في الخدمات العامة نتيجة للضغط على أجهزة البنية التحتية في بريطانيا؟ نعم، يعني حتى الآن لا يوجد أي تعطل على الإطلاق في الخدمات العامة، ولكن هناك تأخر ملحوظ في بعض المواصلات العامة سواء القطارات أو الباصات، وذلك بسبب الطرق المغلقة في بريطانيا. كما كنت أقول سابقا فيما يتعلق بالمطارات في لندن، مطار هيثرو تحديدا يعاني من فترة كبيرة من إلغاء بعض الرحلات الجوية وتأخير بعض الرحلات. هذا التعطيل سيستمر في الأيام القادمة، وقد يزيد خصوصا مع وصول الكثير من قادة العالم والزعماء عبر مطار هيثرو، مما يؤدي أيضا إلى تعطل أكبر وأكبر. السلطات البريطانية وإدارة الأحياء في لندن أعلنت الخطة الخاصة بالجنازة وكيف سيتم تنظيم الموضوع، ومن أين سيبدأ الناس الانتظار لرؤية جثمان الملكة إليزابيث الذي سيصل هنا إلى يوم الأربعاء، وسيظل لمدة 4 أيام حتى يوم الدفن في 19 من سبتمبر. أحمد العناني من لندن، مراسل صباح العربية، شكرا جزيلا لك.